نعم أخي الكريم، مساء أمس تم تحرير سراقب بالكامل، وتم العمل صباحا كان مستمر، وحتى الآن العمل مستمر في المحور. الاشتراك الجيش التركي إلى جانب الجيش الوطني بتمهيد كثيف يتقدم من خلاله الجيش الوطني وعناصر الجيش التركي في المنطقة. تم تأمين سراقب بالكامل، واليوم تم استكمال تحرير جوباس وكفر بطيخ وداديخ. الآن الهجوم الاستهداف انتقل إلى معار دبتة، وفي أكثر من محور في قطاع سراقب. سراقب محررة بالكامل ومؤمنة، وتم تطوير الهجوم إلى مرحلة تعطي مساحة أمان تام بالنسبة لمدينة سراقب، وبالتالي تم قطع الطرق الدولية الM4 والM5، ويعتبر هاي يعني لأول مرة نشاهد معنويات مقاتلين معنويات مرتفعة بعد دخول الجيش التركي وبقوة إلى الداخل السوري. معنويات وهنا مرتفعة. ملاحظة سعادة الرائد أنه يعني المعارك مقولة أن الأرض التي تتقدم لها العدوان الروسي لا يمكن تحريرها. لا نعم. نحن قادرين بإذن الله إلى جانب أخوتنا في الجيش التركي أن نحرر كامل سوريا من كل أشكال الإرهاب ومن كل أشكال الاحتلال. جميل سعادة الرائد، رغم وجود الطيران الروسي، لوحظ أنكم خلال ساعات بعد اتخاذ القرار تم تحرير النيرب، وخلال ساعات تم تحرير سراقب، وهذا أمر لافت جدا. ما هو السر هنا؟ الأخي السر أولا الإمكانيات القتالية التي وفرها لنا الجانب التركي في الجيش التركي، بالإضافة إلى ارتفاع معنويات المقاتلين. المقاتلين معنويات جيدة جدا. نحن نلاحظ أن العملية العسكرية الروسية كانت حرب على المدنيين، لذلك أدت إلى انهيار مدني وكارثي إنساني مدني أثرت على المقاتل في الجيش الوطني والقوى العسكرية موجودة في محافظة إدلب. ولكن ما أن دخلت القوات التركية وتم تقديم الدعم في المحاور، استعاد الجيش الوطني زمام مبادرة، استعاد الاستقرار النفسي للمقاتلين وارتفعت معنوياتهم، وإن شاء الله بإعلان العمل الشامل إن شاء الله سوف تتوالى تباعا نلاحظ سهولة وسرعة في تحرير باقي المناطق. رغم سقوط وارتقاء شهداء من الجيش التركي ومنكم سعادة الرائد، هناك من يشكك بما جرى ويقول بأنه ما يتم عملية تسليم وتسلم، ويستدلون بسقوط مناطق كفرنبل وغيرها، ويحذرون من سقوط جبل الزاوية ضمن صفقات تجري كما يقولون. كيف ترد على كل هذا؟ يا أخي الكريم، نحن تعودنا على سياسة التخوين. إن مهما فعلنا فهناك يعني هناك جهات حتى في المعارضة لا يعجبها، سواء في النظام حتى في المعارضة هناك جهات لا يعجبها ما نقوم به وتتبع سيادة التخوين، ربما تكون محسوبة على جهات لا تتناسب مع الواقع الدولي. نحن عم نرد عليهم يعني يتفضل يشوفوا مقاتلين على الأرض معانوه. يوم أمس فقط مع كمية القصف اللي تعرض لها قرى جبل الزاوية ومعناها مقاتلين في جبل الزاوية، ورغم ذلك دخل الجيش إلى مدينة كنصفرة في محور جبل الزاوية، واستطاع خلال ساعتين استطاعت فصائل الجيش الوطني والقوى العسكرية الموجودة بدحره من كنصفرة وتكبيده أكثر من 115 قتيل في داخل مدينة كنصفرة. ليشاهدوا حجم الكثافة النارية اللي عم يتعرض لها مقاتلينا، حجم الثبات، بعدين يتكلموا عن عملية التسليم والاستلام. هاي الناحية الثانية تتعلق في عملية في الجانب التركي في عملية استكمال إدخال الأرتال، استكمال الاستعدادات المعركية، توزيع المحاور، توزيع المهام، وهي كل أمور تتعلق في الناحية العسكرية.